وبعد يسعد مساك. انت يا باشا، انت يا هاني يلي بتسمعوني حالا دلوقتي، هو في كده؟ طب احضرونا والنبي يا اخويا. الناس يحصل منها واحد واثنين وثلاثة وفي الاخر يقولك ما حصلش حاجة. ما حصلش حاجة؟ لا ده حصل وحصل وحصل وحصل. ما حصلش حاجة، ولو في حاجة بكرة احلى كتير، نقدر نغير لسه بدري، الدنيا لسه خير. سهير البابلي قالت لك في مسرحية ريا وسكينة الملاف السعد عبعال. والله الملاف السعد يا ست سهير، كلمتين لخصت بيهم في ريا وسكينة معاناتنا في الحياة كل يوم مع الكائن الدبش. أيوة الدبش، البني آدم اللي بيحدف طوب من بقه وفي الآخر يقول لك معلش انت حبيبي ما تزعلش مني، هو انا كده اللي في قلبي على لساني، وبيبقى كده غالبا مع البقين دول ابتسامة صفراء بلهاء صماء. لا ويقول لك ما تزعلش مني، ما زعلش منك، لا تعالالي بقى، ده انا هزعل وهجيب ناس تزعل، وهجيب الطنط اللي بتسمعني دي تزعل، وهجيب عمه اللي بيسمعني ده كمان يزعل. محدش قالك ان كلمة ممكن تخلي الواحد اكتر شخص مبسوط في الدنيا، وممكن كلمة برضو تجيبه الارض، تجيب له اكتئاب. عارف يا اخينا الكلام اللي بيعدي منك من غير فلتر ده ممكن يأذي نفسية واحد ازاي ويقرر قرارات غلط بعدها كمان؟ ما هو زي ما في فلاتر بقت موجودة على السوشيال ميديا والكل ما شاء الله أمارات، لازم يبقى فيه فلتر للسان يا جماعة. فيها إيه لو البني آدم جبر بخاطر اللي حواليه بكلمة حلوة؟ ده حتى جبر الخواطر هتاخد عليه ثواب يا أخي، اعمل حاجة لآخرتك. بلاش دي، ما تجرب ما تقولش حاجة خالص، لا بالحلو ولا بالوحش. يعني طالما ما بتعرفش تقول حاجة كويسة اسكت، جرب تسكت، نقطنا بسكاتك الله لا يسيئك يا ابني، هترتاح وتريح البشرية كلها. لكن جو انت مالك تخنت كده ليه؟ مالك انت تخنت ولا خسيت؟ هو يا ابني حد بيجي ياكل من تلاجة بيتكو؟ ما تسيب اللي يتخن يتخن، واللي يخس يخس، واللي يحلو يحلو، واللي يوحش يوحش. ده حتى اللي خاسس برضو ما بيسيبوهوش في حاله. مالك خاسس وممقوت كده ليه وعينك داخلة لجوه؟ طب نروح يعني من حضرتك فين والله؟ قولي نرضيك ازاي؟ تعالوا بقى على الكبيرة، ده الباشا بقى اللي بيتدخل في حضرتك لابس ايه؟ يعني احنا ساكتين وما بنرضاش نقولك حاجة تضايقك، تروح انت عامل لنا فيها الحاج فيرزاتشي، يجي يقولك بس الالوان اللي انت لابسها دي مش لايقة على بعض، ايه اللي انت لابسه ده؟ شكله مش حلو خالص، وادي نموذج بنقابله كل يوم. صباح الخير يا جماعة، اخبار الشغل ايه النهاردة؟ ايه ده صلاح؟ مال وشك اصفر وتعبان كده ليه؟ مالك يا جدع، فيك ايه؟ ايه اللي حصل لك يا ابني؟ انت كنت كويس، كله من الست النكديه اللي انت عايش معاها دي. اما قلت لك طلقها ارميها يا ابني. انا قلت صباح الخير بس، صباح الخير بس، والله بترد عليها بصباح النور، لكن حد يشوف حد على الصبح كده ويقول له كده قفلت لي اليوم يا اخي. حبيبي ما حصلش حاجه، انت عارف انا اللي في قلبي على لساني. لا، اللي في قلبك يعدي بعد كده على مخك الاول وبعدين على لسانك لو سمحت. يعني عزيزي بطل العالم في رمي الكلام الدبش، بطل العالم في الكلام اللي زي الطوب، قول لنا فين السعادة لما تقول لحد كلمة مش حلوة؟ هل انت لما تقول كلمة مش قد كده مطلوب من الشخص التاني يقولك والله معاك حق ويحضنك يعني والدمعة تفر من عينه، ولا ايه المطلوب بالظبط؟ اكيد لما تقول نقد وبشكل كمان يضايق اكيد اللي قدامك هيزعل، فأرجوك طبطب على الناس وحرمنا من ذكائك المفرط ده، وشكرا يا باشا على جبر الخواطر. الغريبة ان الاساتذة دول شايفين ان هم الصح وان انت اللي كائن فضائي، وان اتكلمت ولا اعترضت ولا قلت يا عيني ولا يا ليلي يقولك ما حصلش حاجة، وكمان يقوم مشوح لك كده بايده قال يعني مش هامه. لا يا باشا، ده حصل وحصل وحصل وحصل.